كأن الخلاص هو من اليهود. فكر الكتاب المقدس لا يقول ذلك. بالراحة، الله يخليك. المشكلة في اللغة العربية الترجمة. كأن المسيحية إتمام اليهودية. اوعوا تقولوا كده، تقعوا في المحصول. وللأسف قالوا كده لأن ده ملوش أهمية، فالوحي أغفله. كلام ده منطقي؟ غير منطقي. إحنا الصح والباقي غلط. من يجرؤ يقول لله لأ؟ ده في حد ذاته تعصب. أوبجكشن. هتعترض عليا؟ أنا اللي بعترض عليك.